مرحبا، يعطيكم العافية. سلام للجميع. شو يا خولة، وين احنا؟ احنا بفيينا، ليالي الأنس في فيينا. ليالي الأنس في فيينا. طبعا ليلى مراد لما اجت غنت ليالي الأنس ما غنت هون يا جماعة، لأنه احنا في فيينا، مش العاصمة تبعت النمسا، احنا في فيينا أنتاريو، هاي القرية الصغيرة بسموها A blink of a town، يعني جزء من قرية، عدد سكانها لا يتجاوز 800 شخص، 800 800 صفر صفر بس، يعني زي أصغر من الوحدات في الأردن. جماعة الأردن راح يعرفوا شو بقصد. طيب، هاي المدينة تأسست سنة 1811، لها تاريخ طويل جدا، وسميت بناء على فيينا فعلا اللي موجودة في أوروبا. لكن الشيء اللي بيميز هذه المدينة اللي هو هذه مكان ولادة أحد الأجداد تبعون أديسون. أديسون أديسون يا جماعة، اللي ما بيعرف أديسون لولا كان قعدنا بدون ضوء، كان بدون ضوء بالعتمة. فأديسون كان بيدرس بالبيت، مظبوط، هوم سكول، لأنه ما حدش كان قابل إنه يدرس. والله تعرفي أنا شاكك كان في كورونا أيامه فقعدوه في البيت. وهو اللي اخترع لنا اختراع كندي طبعا للضوء في العالم. وهاي القرية تبعت جدة وأجداده، وهون كان بيعيش. ومين كمان حدا مهم دكتور؟ في واحدة سيدة كريستين، هي مش مخترع، هي عندها مكان للأعشاب الطبية، وتعتبر أورجانيك كلها، وتعتبر هي الرابع أو هي الأربعة بين أربعة في كل نورث أمريكا عندهم هذا التخصص، فهي very rare، التخصص نادر جدا جدا جدا، أخذته من بريطانيا ماجستير في هذا التخصص اللي هو ميديكال هيربال، وتعتبر يعني هذه بالنسبة لهذا التاون اللي هو المين ستريم تبع الانكم والناس اللي بيدخلوا. كوبنهاجن عاصمة الدنمارك. وعدد سكانها ثمانية وثمانين واحد يا جماعة. طبعا 88 واحد، يعني أوروبا الدنمارك. وبالبحث هيك وجدنا في 8 كوبنهاجن في نورث أمريكا، واحدة في أنتاريو، والباقي كله في الولايات المتحدة الأمريكية. فبشكل عام يعني سريعا بس حطينا زي ما حكينا لكم نورجيكم كل شيء في كل هذه القرى، منطقة هيك ريفية جميلة جدا لكن بسيطة جدا. نراكم إن شاء الله في المحطة القادمة. يلا، مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. معنا الشوفير خولة. هلا دوري. احنا الآن في ملبورن. هاي مدينة أو قرية صغيرة، تاون، سميت بملبورن على اسم مدينة ملبورن اللي هي عاصمة فيكتوريا، يقطع على الشمال. وحبينا نصور لكم اياها واحنا بالسياره لانه الوقت كثير عم بداهمنا، والشغلات اللي جوا المدينه هاي مش كثيره، فعدد سكانها ما بيزيد عن 4000 نسمه. وعم بنحاول الان انه نورجيكم المدينه نفسها زي ما انتم شايفين، هيك عاملين اجواء كندا. وإحنا هنصف هلا ونورجيكم هذا المبنى اللي هو تبع المية، وهذا هي المدينة، هذا هو تبع المبنى مكتوب عليه ملبورن. هيك قرية صغيرة جدا زي ما انتم شايفينها، يعني هنعمل درايف بسيط يعني من القرى الصغيرة مش الكبيرة. جميع احنا واخيرا في لندن عاصمة بريطانيا العظمى، فرع انتاريو. نعم، احنا في لندن انتاريو، يعني هذه المدينة كبيرة، صعب انه نحكي عنها القليل، ولكن
اللي في هاي المدينة وجمال هاي المدينة خلانا نيجيها، لأنه سميت على اسم العاصمة البريطانية لندن. ليش سميت؟ حكي لكم هذا، بس أنا وخونا حنورجيكم شوية هيك كيف هذا. هذا الشارع في الداون تاون، شوفوا المباني، مباني قديمة، مباني. حنمشي شوية غاد، شوفوا 1926 طبعا هاي 1826. هاي بتعرفي المدينة تأسست سنة 1793، سنة 1793. خلينا نطلع هيك لأنه هذيك اللي فاتحة 1793 يا جماعة. هاي المدينة تم تأسيسها من قبل الحاكم العام لمقاطعة أبر كندا، كانت أيامها اللي هي أنتاريو، اسمه سيمكو. أسس هاي المدينة وسماها بمدينة لندن تيمناً بلندن، لأنه كان متوقع أنها تصير هي عاصمة كندا في هذاك الوقت، أو عاصمة على الأقل أبر كندا اللي هي أنتاريو. لكن للأسف لم يتم اختيارها، وتم اختيار مدينة يورك اللي هي هلأ تورونتو. قديش بعيدة عن تورونتو هاي خولة؟ 175 كيلو. بقول لك اللي ما اللي رايح على ديترويت هاي بنص الطريق تقريبا، صحيح؟ نص الطريق. نص الطريق طبعا. أهم معلم فيها اللي هي الجامعة، جامعة وسترن، مشهورة بالقصة الطبية، وكثير من الطلاب في أوفر أول كندا بيجوا على هاي المنطقة. طبعا جامعة وسترن أنتاريو من أرقى الجامعات العالمية في الطب، من أرقى الجامعات العالمية مش في كندا بس، وعندهم عشان هيك مراكز أبحاث طبية رائعة. خلينا أورجيكم شوية. واو، أنتاريو فرنيتشر. طبعا هذه كانت، هلا ما بعرف إيش موجود محلها، فاضي المحل كله. وهون في مبنى، طلعوا طلعوا طلعوا، هذا المبنى قديم جدا جدا جدا. احنا في دنداس، طلعوا المباني هاي. طبعا عندهم كمان في كوليدج اسمها فانشاو كوليدج، برضو مشهوره وفي عندهم شغلات كتير. عدد سكانها 390 تقريبا الف نسمه، 390 الف نسمه، بتعتبر رقم 11 في كندا من حيث ترتيب المدن بعدد. هلو جايز، هذه اللايبرري. عادة في لايبرري بتكون دائما في الداون تاون، وهذه تعتبر من أجمل الأماكن. زي ما حكينا لكم اللي سماها بهذه المدينة اسمها سيمكو اللي هو السيد. أهلا وسهلا، شايفين؟ نتصور هون، شايفين؟ هلو، إحنا عند السي بي سي لندن. أوكي، أرض لندن مبلطة. صحيح صحيح، والله هذا الشارع صحيح، كويس اللي انتبهتي له. مبلطين الشارع يا جماعة، هذا الشارع غريب ما بعرف ليش. فعلا كلهم بتعمل فيه مناسبات، ممكن ووكينج ستريت وشغلات زي هيك. في سيارات المدينة فيها عدد كبير من الجيرمن، عشان هيك تعتبر ثاني لغة فيها اللغة الألمانية، ولكن فيها عرب كتير ومسلمين كتير في هاي المدينة. تعتبر يعني مدينة فيها مساجد وأماكن وأشياء حلال. شايفين يعني مباني كتير 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 قديمة، في مباني حديثة طبعا زي هذاك الزاوية، بس هاي المباني كلها يعني بتحكي عن 150 200 سنة 300 سنة. يعني فعلا إشي اللي بتلاقي التراث أو الأثر الأوروبي في البناء، يعني حتى طلعوا كيف لصق المباني. ذكرني كتير لما رحت على هولندا، هيك المباني جنب بعض لازق بعض تقريبا نفس الستايل. anyway الستايل الأوروبي يعني. طلع المدخل هذا، طبعا هذا مشهور كتير في النظام الأوروبي. خلينا ندخل. no parking بس we can عاملين باربيكيو. طلعوا المبنى قديش حلو. واو very nice. يعني منطقة واو جميلة. شوف الشجرة هاي كيف طالعة، نطلع من هون.
طبعا زي ما انتم شايفين يعني المباني هاي عمرها مئات السنين يعني. بس شايفين كيف زي المشروبيات منظر جميل. طبعا هذا شكله مهجور المبنى، شايفينها ساعة انتيك ولكن جميل جدا جدا هذا المنظر. لا هذا لازم ندخل له نورجيكم اياه من هون ونحكي لكم. طبعا هذا مبنى احد المباني تبع الجامعه ويسترن انتاريو اللي حكينا لكم عنها. طلعوا قديش في جرافيتيز على الحيط او رسوم على الحيطان زي ما انتم شايفين. طلعوا هالمنظر حلو حلو. حننهي هون انا وياك يا خوله، يعطيكم العافيه. وباين كم اليوم الثنتين وفي محطه هيك حتكون سربرايز. وصلنا زيورخ سويسرا، بلد التشيز والشوكولاتة والساعات. طبعا احنا بسويسرا او بزيورخ انتاريو. طبعا انا ضيعت خولة مع انه المدينة صغيرة بس بدور عليها، قلت اكيد في اللايبرري، ما لقيتها في البابليك لايبرري، فعم بدور على خولة. يا خولة خولة بتحكي فرنسي انت؟ ايه هاي خولة غاد، كيفك يا خولة؟ شو بتسوي هون؟ فن، ما هو الفن، ما هي زيورخ والفن وال، طب خلينا نلاقي شوكولاته تشيز اشي. مش شايفه والله بهالمدينه، بس اكيد في اشياء متخبيه. والله انا مش شايف شيء متخبي غير الناس. طبعا حنسمع صدى صوتنا شكلنا. والله طلعوا طلعوا يا جماعه. طيب يعني المنطقه كبيره مش صغيره، عدد سكانها حوالي 8000 مع التاونشيب اللي موجوده، قريب كثير على ليك هيرون. فيها يا فيها هاي طبعا انشئت سنه 1851. تلاحظين معظم المدن او القرى اللي رحناها بالخمسينات 1850 شيء انشئت، لانه هذول الستلرز صاروا يجوا. طبعا شوف الو هذول فلاحين، لأنه قرى هون في كتير. في عندهم فارماسي، هاي واحد تاني وهي ماشي يعني رايح يزرع يحصد. فالمدينة هاي زي ما انت شايفين هاي مع أولاده مركبهم، مركب أولاده على فش شرطة، فش حدا عالدين. أنا هون فارماسي آيس كريم شوب، مش عارف هذاك تبع إيش، وهذا تبع أنتيك. طبعاً كتير لقينا أنتيك، كتير كتير صراحة ببيعوا أنتيك، بس ولا واحد طبعاً فاتح لأنه هلأ الدنيا لونج ويكند وفيش حدا بيجي أصلاً. من اللي إجوا من سويسرا إجوا واستقروا، عشان هيك سموها زيورخ فريش سيلك. يعني أنا شكله هدول إنهم لما يجوا لزقوا الارما وخلص. يعني طلعوا طلعوا عن جد يعني حتى واو. يعني حتى الريحه شم ريحه ريحه الانتيك هيك عن جد كوبيد هذا المصباح هذا شو اسمه فانوس 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 وهذا شنطة السفر هاي لما كانت أيام العصر العثماني. هون طلعوا بريق الشاي سنجر تتذكريها؟ سبحان الله. وهاي اللي كانوا بنفقوا الشوز بحطوها عليها مزبوط صحيح. طلع هذا الفرات القديمة النحاس. طبعا هيك خلص الداون تاون. اليوم حنحكي عن دبلينغ، هذه القرية الصغيرة اللي انتو شايفينها احنا وصلناها. برضو حنمشيها بالسواقة لانه خايفين تعتم علينا، ضينا مدينتين
فإن شاء الله هي قرية صغيرة جداً. دبلن انشهرت لأنه اسمها كان بسبب الساتلرز اللي اجوا هون من دبلن من أيرلند، عاصمة أيرلند، وسموها المدينة على اسم العاصمة تبعتهم. طبعاً زي ما أنتم شايفين المدينة صغيرة جداً جداً جداً، ومشهورة أنه بسموها The Furniture Ontario Furniture City أو مدينة الأثاث. مش عارف ليش، حاولنا ندور نلاقي شو السبب بس ما في سبب. اللي أول واحد بدأها أو سوى هاي المدينة وبدأ فيها اسمه جوزيف كيد، هو أصلا من إيرلندا، فسماها تيمنا بمدينته الجميلة دبلن. البيبول هون، الناس هون يبتموا فين لسه مو يعني هذه الطريقه، بسموا حالهم دبلينرز. او في شغله غريبه، دايمون هذول يعني الاسم تبع الناس هون. هذه هي القريه زي ما انتم شايفين. يعني هيك خلص احنا تقريبا انهيناها، فورجناكم كل شيء فيها بشكل مبسط وسريع. أرجيكم سريعاً المدينة الحلوة الجميلة، القرية بدكم إياها سموه. المهم بروسل زي ما انتم شايفين، هاي احنا في بروسل أنتاريو. يلا نتوكل على الله سريعاً من السيارة نصور لكم. طبعاً بروسل أنتاريو بدأت كمدينة عشان البلجيك اللي اجوا هون حاولوا يسووا شيء لمدينتهم الناس، لكن هذا الاسم تغير في 1872. عدد سكانها حوالي 2000 نسمة. المدينة هاي بيحكوا انه فيها مكتبة تعد متميزة، هاي المكتبة لانها فيها كورنر، الباب على كورنر على زاوية جاي، وهي تعتبر واحدة من 6 مكاتب فقط في كندا. وعشان هيك سنة 1910 أخذوا هاي الكنيسة هون، أخذوا دعم من الحكومة ب $7,000. طبعا هذاك الوقت كان مبلغ كبير، وزبطوا هاي اللايبرري. طبعا زي ما انتم شايفين هي المدينة مش صغيرة زي المدن الثانية. هاي بروسل هون في لهم زي كستور، يعني نابات، يمكن بالنهار أكثر في حيوية. هلأ إحنا جايين بويكند والدنيا ليل. شوفوا المباني يا جماعة، المباني كتير الستايل الأوروبي، كتير كتير. المحطة تقريبا 17 في المحطات أو العواصم اللي دخلناها. عاصمة البرتغال هي عبارة عن 880 نسمة. قرية صغيرة جدا، ما فيها أشياء كثيرة، فحبينا نمر عليها مرور ما نتركها، لأنه هي تعتبر من أهم الأماكن اللي لازم تشوفوها إذا بدكم تدوروا الطريقة اللي احنا دايرناها هاي، او الرحلة اللي احنا دايرناها. زي ما انتم شايفين البيوت بسيطة جدا، جميلة جدا، هو شارع واحد كل القرية. فاللي انتم شايفينه هذا هو كل القرية بشكل عام. عند الستوب ساين هذاك مفروض تنتهي القرية، شايفين انه احنا خلاص حنوصل. بيوت جميلة زي ما انتم شايفين. ويلكم، ثانك يو، هذا بيت جديد شكله. زي ما شايفين خلاص ضن القرية انتهت يا جماعة. وعدناكم ب 17 محطة و 17 مدينة و 17 عاصمة وأوفينا، لكن لازم بونص لحبايبنا الحلوين الطيبين. اليوم حندخل على العاصمة 18 اللي كانت سكرت وهيدن، وحبينا نخليها هيك مفاجأة، اللي هي تورونتو. الكل العالم، كتير ناس في حوالين العالم بيفكروا أن تورونتو عاصمة كندا. لا، إحنا بدينا في أوتوا اللي هي عاصمة كندا الفيدرالية، لكن تورونتو هي عاصمة مقاطعة أنتاريو. هي تعتبر أكبر مدينة في كندا وخامس أكبر مدينة في نورث أمريكا. طبعا مدينة تورونتو من أشهر المدن الموجودة في كندا، لأنه هي الهب خايصة الفينانشال، المصاري، كل البانكس، كل البورصة. هنحكي عن كل هاي الشغلات، بس اللي أنتوا شايفينه وراي هذا أهم معلم في تورونتو اسمه
السي ان تاور. في ناس كتير هو طوله 553 متر فاصل 3 335.3 متر، كان لمدة أكثر من 35 سنة أطول مبنى في العالم. في 2007 طبعا راح هذا اللقب منه، ولكن في ناس كتير ما بتعرف السي ان شو معناها. سي ان تاور، سي راجع على كلمة كندا، وان ناشونال لأنه هو بنته شركة اسمها سي ان ناشونال تبعت القطارات، ويعتبر من أهم معالم مدينة تورونتو. هلأ طبعا مش أعلى مبنى حتى في تورونتو، في مباني كمان عم بتحاول إنها تطلع، لكن يعتبر هو الأيقونة تبعت تورونتو. اللي زي ما انتم شايفين احنا على الليك أنتاريو، هذا الليك اللي هو زي ما حكينا لكم قبل بيمتد شمالا من كينغستون إلى جنوبا نياجرا، فو نياجرا اون ذا ليكس، نهر نياجرا بصب فيه اللي كل بيعرف نياجرا فولز. طبعا مدينة أنتاريو هي عاصمة مقاطعة، مدينة تورونتو عاصمة مقاطعة أنتاريو، وبتقع على الساحل. يعني إذا أنت قدامنا هذا قدامنا هيك، لو ضلينا شايفين هذا، هذول أمريكا يا جماعة، شايفين هذيك الخط، هذولاك جيراننا في أمريكا. بدأ تاريخ هاي المدينة في القرن الثامن عشر، يعني 1700 وإشي، واشتراها التاج البريطاني، اشتراها التاج البريطاني وسماها مدينة، وانشأها البريطانيين وسووا مستعمرة فيها سموها مدينة يورك. حتى الناس كثير تسأل من وين نيويورك اجت، بعد لأنها اجت بعد هاي المدينة فسموها يورك الجديدة. هذه المدينة اسمها يورك كان اسم الأصلي، لكن هذه المدينة صار فيها حرب مع الأمريكان، ونهبت في الحرب 1812 لمدة 5 أيام. الأمريكان اجوا حرقوا المدينة، حرقوا مبنى البرلمان فيها، وكانت تعتبر هاي من أكبر النكبات اللي صارت على هاي المدينة. ومن بعدها تم تحويل كلمة أو مدينة يورك إلى مدينة تورونتو. تعرضت تورونتو لحريقين كبيرين ضخمين، وكانوا سببوا أضرار كبيرة في المدينة، وأولها كان سنة 1849 والثاني 1904. توسعت المدينة كتير بسبب الهجرة اللي إجت على هاي المدينة من كل الأماكن حول العالم. فعشان هيك بيحكوا إنه مدينة تورونتو أكثر المدن دايفرسيتي في العالم، فيها عدد كبير من الناس المولدين خارج كندا. الرقم يا جماعة 49% من اللي عايشين في منطقة الجي تي اي، هحكي لكم عنها شوية هلأ، من خارج مواليد خارج كندا. عدد سكان مدينة تورونتو، مدينة نفسها، حوالي أقل من 3 مليون نسمة. لكن في شغلة في تورونتو يسموها الجي تي اي أو Greater Toronto Area، اللي هي المنطقة الكبيرة تبع تورونتو، هاي عدد سكانها تجاوز 6 مليون. عشان هيك تعتبر هاي المنطقة أكبر منطقة اكتظاظاً بالسكان، بجوها ناس مهاجرين كتار لأنه فيها أماكن عمل، فيها فرص حياة. ولكن بنفس الوقت تعتبر مدينة تورونتو من أغلى المدن خاصة في الريال ستيت في كندا، حتى يمكن بديش أحكي في نورث أمريكا لأنه يمكن نيويورك وكاليفورنيا شوية هيك، بس تعتبر من أغلى المدن. يعني الأفرج تبع البيوت فعلاً دبل عن مناطق ثانية. طبعا فيها تنوع عرقي كبير، اعتبرت هي مدينة عالمية واختيرت كأفضل مدينة للعيش لعدة سنوات بسبب هذا التنوع العرقي. طبعا هي زي ما حكيت خامس أكثر مدينة اكتظاظا بعدد السكان في أمريكا الشمالية بعد مكسيكو سيتي، نيويورك، لوس أنجلوس، وشيكاغو. يعني هي أول مدينة في كندا وخامس مدينة في نورث أمريكا. طبعا تورونتو تعتبر العاصمة التجارية للبلاد، معظم الفاينانشال انستتيوشن فيها، تورونتو ستوك اللي هو يعتبر عالمي. يعني هذا تورونتو ستوك يعتبر من أشهر الستوك العالمية زي نيويورك ستوك وتبع طوكيو، فبيعتبرون الناس من أهم الأماكن اللي تبادل الأسهم. في تورونتو استضافت دورة الألعاب الأمريكية سنة 2015. في قصة هيك شوية سمعنا عنها لما ترامب تولى ولاية أمريكا، كان أكيوز الكنديين أنتوا حرقتوا
البيت الأبيض الأمريكي. هاي القصة حكي لكم إياها، هيك قصة غريبة يمكن في ناس كثير ما بتعرفها. طلعوا هالبط والوجه، البط هذا حلو، هذا الكنيديان جوز بسموه، بط جميل جدا مشهورة في كندا. طيب سنة 1812 صارت حرب بين اللي ريفولوشنريز اللي عملوا ريفولوشن في أمريكا عشان يستقلوا ويسووا الولايات المتحدة الأمريكية مع البريطانيين المواليين لبريطانيا. هاي الحرب أدت إلى طحن بين القسمين، كانوا بده يحاولوا يحتلوا كندا عشان يدخلوا ويسووها جزء من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الكنديين والإنديجينس بيبول والفرنش كنديان اللي كانوا هم مواليين للحكم البريطاني حاربوا ضدهم وفازوا عليهم ومنعوهم انهم يدخلوا. لكن الامريكان احتلوا مدينة تورونتو لخمس ايام، وخلال هاي الخمس ايام حرقوا زي المبنى الرئيسي، المبنى البرلمان خلينا نحكي في مدينة تورونتو. ردا على ذلك بعد سنتين تقريبا انتقلت مجموعة من الرجال في تورونتو وراحوا على أمريكا في 1814 وحرقوا في واشنطن، حريق عملوا حريق كبير في واشنطن أدى إلى حرق جزء من البيت الأبيض الأمريكي. فهذه القصة اللي صارت، وزي ما حكينا إنه مدينة تورونتو كان اسمها في السابق يورك، ولكن في 6 مارس بالضبط 1830 رجعت لاسمها الأصلي، وبعدين طبعا هلأ اسمها اللي معروف حول العالم بمدينة تورونتو. مدينة تورونتو مدينة عريقة، مدينة جميلة، مدينة كبيرة، لها حسنات كثير. اللي بيسأل عن الهجرة لها طبعا من الشغلات الجميلة إنك لأنك يمكن أسهل تلاقي شغل، حتى البزنس وايز أماكن كثيرة مهمة للعمل، ولكن مشكلتها الكبرى اللي هي الريال ستيت. الستيت غالي جدا جدا جدا، حتى الاستئجار فيها يعتبر غالي، فعشان هيك الناس صارت تتوسع للجنوب والغرب، منطقة الجي تي اي اللي من ضمنها مثلا ميسيساغا وفوق ماركهام وأماكن كثيرة. anyway هذا كان نبذة سريعة. هذا شجر السماق يا جماعة، شايفين بنمو بكثرة هون. هذا النبذة سريعة عن مدينة تورونتو اللي تعتبر أشهر عاصمة موجودة في كندا. حتى يعني في ناس كتير بغلطوا وبقول لك ما هي تورونتو عاصمة كندا، لا يا جماعة، تورونتو عاصمة مقاطعة أنتاريو وفيها حكومة أنتاريو، ولكن عاصمة كندا الفيدرالية هي أوتاوا، أتوا اللي بدأنا فيها في أول محطة.